أشاد عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف الأهلية بالنهضة التعليمية التي شهدها قطاع التعليم الجامعي في مصر خلال السنوات الماضية، كما أوضحوا أن الجامعة تضم عددا من الكليات والبرامج التي تم تطويرها لتواكب آخر تطورات سوق العمل المحلي والعالمي. وجامعة بني سويف الأهلية دي جامعة من 16 جامعة أهلية طلع لها قرار من فخامة الرئيس وتوجيه ودعم ورعاية من فخامته في معظم محافظات جمهورية مصر العربية، وده نوع يعني أو طريق تاني للتعليم. احنا عندنا في نهضة كبيرة جدا في التعليم العالي في مصر من 10 سنوات، كان عندنا تعليم حكومي وخاص على يعني بنسبة بسيطة. يمكن كلية الإعلام على مستوى الجمهورية، كليات الإعلام بشكل عام ليها نظام تقليدي في الأقسام، الإذاعة والتلفزيون والصحافة والعلاقات العامة، ده اللي معتاد وده اللي متعارف عليه وفقا للتطوير اللي بيتم من خلال لجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات، والتطوير اللي بيأكد عليه دكتور منصور حسن رئيس الجامعة إن جامعة بني سويف الأهلية تكون حاجة مميزة والبرامج اللي موجودة فيها تكون مميزة. فكلية الإعلام فيها برنامجين، البرنامج الأول الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، والبرنامج الثاني اللي هيفتح السنة دي الصحافة الرقمية والتلفزيونية، والبرنامجين الحمد لله يعني بيواجبوا تطورات العصر وبيواجبوا احتياجات سوق العمل. برامج الهندسة عندنا مواكبة لأحدث المعايير العالمية ومعايير التعليم والجودة اللي حطاها الوزارة، وإن شاء الله بتكون بنظام اللوائح بنظام الساعات المعتمدة، وده هيسمح للطالب إن هو يدرس المواد بالشكل اللي هو حابه وبالطريقة اللي هو بيحبها، وفي نفس الوقت يقدر الطالب ان هو يتخرج في وقت اقل من 5 سنين كمان ان شاء الله. تم تطوير برامج الطب والجراحة على مستوى الجمهورية، بقت بتتم الدراسة فيها بطريقة تكاملية، 5 سنين دراسة وسنتين امتياز، بيتم تدريب الطلاب فيها على التدريب الإكلينيكي المبكر والتدريب الميداني، بقى فيه معامل مهارات والمحاكاة، بنحاول ان احنا نطبق كل الطرق الحديثة بحيث ان احنا الطالب او الخريج يتخرج كطبيب وباحث.